انا من الفول هطلع وصفات مختلفه، فتعالوا نشوف اول وصفه هنعملها. تعالوا نعمل وصفه السجق الاول عشان دي وصفه شهيه قوي تفتح نفسنا كده على سفره النهارده. يلا بينا. فول بالسجق، مقاديره كالتالي: كوبايتين فول مدمس من اللي احنا دمسناه بقى ده، معلقتين سمنه، معلقه كزبره ناشفه، معلقه ثوم مفروم، معلقه ليمون، عايزين ورق بقدونس، ومعلقتين بصل مفرومين، ومعلقه صلصه طماطم اللي هو معجون صلصه الطماطم. سجق، وانا هنا مستخدم ربع كيلو سجق، مع بصل متقطع شرايح، وملح، وفلفل اسود. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. هنزل بس ايه الفود بروسيسور دي دلوقتي تحت لغايه ما نبتدي ونشتغل في الفول بالسجق. يلا بينا نجيب بس سكينه ونشوف ازاي هنعمل الفول بالسجق. انا جبت الطاسه وحطيتها على النار. تعالوا نشوف هنعمل الوصفه دي ازاي. يلا بينا. السجق في وصفة الفول بالسجق مش منطقي ان هو يكون طويل ومعمول زي ما هو كده، لازم يتقطع قطع على قد اللقمة. لو انا بعمل مكرونة مثلا ينفع اسيب وحدات السجق بالشكل الطويل بتاعها عادي جدا، لان كده كده هتتاكل بالشوكة وممكن بالسكينة اقطع، لكن في الفول ما باكلش بالشوكة والسكينة، فلازم يكون السجق متقطع على قد اللقمة بالظبط. فده اللي انا هعمله حالا دلوقتي. تعال نشوف، هنقطع دلوقتي السجق قطع مناسبة للقمة، وبعدين نشوف هنعمل ايه بالظبط. الطاسة حاطينها على النار، هنيجي هنا ناخد السجق نقطعه حلقات قطع كده، السكينة تكون حامية عشان السجق ما يتهريش واحنا بنقطعه. أول حاجة ببتدي بيها في الطاسة هو السجق، مش البصل بقى ولا التوم ولا الكلام ده كله. هنشوف ده مع بعض برضو حالا دلوقتي. يلا السجق اهو كله بقى قطع تقريبا متساوية، هيجيبها لكم صابر دلوقتي، كله قطع متساوية قد بعض. هيتاخد السجق ده زي ما هو كده ويتحط في الطاسة قبل ما يتحط السمن أو الزيت أو أي حاجة، وبعدين نشوف بقى هنحط ايه وهنعمل ايه. كمان ناخد معلقه من السمنه، طبعا ده ينفع يتحط له زيت، ينفع يتحط له زبده، زي ما انتوا حابين. ونجيب سباتيلا، نبتدي ان احنا بقى ايه نحرك كده السجق لغايه ما نلاقي لون السجق تحول كده من اللون الاحمر للون الرمادي الفاتح. تقليبة كده وهو على النار، ياخد رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، وبعدين نيجي هنا ناخد البصل الجوليان وندي تقليبة. ريحة السجق خطيرة جدا. تقليبة كده درجة حرارة عالية، ما بناخدش وقت في التسوية، مش محتاجين وقت طويل. نيجي تقليبة، ناخد بقى رشة من الكزبرة الناشفة على السجق هنا، وناخد معلقة من معجون صلصة الطماطم، مش عايز اللون يبقى أحمر قوي. ريحة حلوة جدا. ناخد دلوقتي جزء من ورق البقدونس ونخلي جزء تاني لنهاية الوصفة. ندي تقليبة. وندي تقليبة. عايز اقول لكم ان السجق ده كده استوى، مش محتاج وقت اطول من كده ولا حاجة. طب هنعمل ايه بقى؟ هناخد كمية صغيرة من السجق، نشوف ده مع بعض حالا دلوقتي. ناخد كمية صغيرة من السجق على جنب هنا في طبق خارجي، ونرجع تاني الطاسة على النار، وناخد الفول ننزل بيه هنا.
بما انه انا من الناس اللي بتحب البصل مع الفول، فانا شوحت شويه بصل وفي بصل تاني ما شوحتوش علشان عايز يبقى فيه كده طعم فريش وانا باكل الفول كده، فعايز بصل ني كده، بصل صاحي زي ما بنقول. فهعمل ايه؟ هاجي هنا كده هاخد شويه من البصل من غير ما يتشوحوا، يتحطوا على طول على الفول كده، وشويه من الكزبره برده من غير ما يتشوحوا على الفول كده على طول، وايه كمان؟ وايه؟ رشه ملح، فلفل اسود، ربع معلقه ليمون، تقليبه، الله على ريحته. ممكن كده بقى ايه بالاسباتولا كده هديله بس كده ايه ربع هرسه وانا شغال. وعندي قطع من السجق مع الفول هنا بتتسخن، وفي قطع تانية انا شايلها بره استوت برضو، بس شايلها بره عشان تتحط على السطح. نجيب بقى الطبق اللي احنا هنستخدمه في تقديم الفول ده، هاجي هنا هاخد الطبق ده واجيب الفول واجي واخد هنا نجيب التونج او المساكه وناخد بقيه السجق اللي احنا شايلينه هنا على جنب وننزل بيه هنا فوق الفول. ده طبق الفول بالسجق، حاجه كده ايه شهيه للغايه.